أعزائي متابعي اليوم السابع في كل مكان، أنا هاني فتحي مراسل اليوم السابع من محافظة بني سويف، متواجد الآن داخل مستشفى بني سويف التخصصي في قسم العناية المركزة مع عم داهش الصياد صاحب موضوع السمكة اللي أثارت الجدل على السوشيال ميديا في الأيام الأخيرة. نتكلم مع عم داهش ويحكي لنا على اللي حصل معاه بالظبط. عم داهش كلمنا على احكي لنا اسمك واحكي لنا على الموضوع بالظبط. أنا اسمي داهش كفايه عم داهش. بس انا سياره في البحر مش جيوم بيوم نصيب على الله زي ما بيقولوا يعني. طبعا فبنزل اصطاد عاده فينا احنا الصيادين الواحد بيمسك سمكه ما يلاقي سمكتين يحط واحد ابوه ويمسك الثاني يحطهم في الشوال وكده. تمام. صراع على الحياه زي ما بيقولوا يعني. فجيت عملت كده تي راحت السمكه داخله في بوجي. السمكه داخله في بوجي طلعت خلاص ما عرفتش اجيبها، حاولت اجيبها بيد كده من بوجي ما عرفتش. طلعت على البر استغيث بالصيادين وبتاع عشان حد يغيثني يعرف يطلع حالي. مفيش، الناس خايفه يعني، خايفه لان مش عارف هو ايه اللي حصل معايا اصلا. فدنيت اتمرغ على البر كده وكده لحد ما ربنا رزقني واحد اسمه علاء بن خالد راجل محترم يعني. راح جاب اتصل بالاسعاف جابها وشالني جابني هنا لحد هنا لحد المستشفى. ودخلت المستشفى وربنا اكرمني بالدكاتره الناس المحترمه هنا الدكتور مايكل فتح بوجه في ساعتها ودخلني العمليات وراح مطلع لي السمكه برضه. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيه وكتر من امثاله والحمد لله رب العالمين يعني. الواحد يعمل نصيبنا كده الحمد لله وربنا يكتر من امثاله والله ووقف معايا يعني وقفه حلوه يعني. الله يبارك له. مجهود ممتاز ما حدش يقدر ينكره طبعا. لا لا حقيقي والله طبعا. لما وراني التليفون بعد العمليه ما كنتش مصدق، قلت له يا دكتور مايكل انا كنت ميت وربنا حيانا على يدك انت يعني. ربنا يديك الصحه. عم داهش ممكن تحكي لنا كده عن اسرتك، عندك كم طفل وكلام زي ده؟ والله الحياه ملخبطه معايا يعني. اقعد احكي لي انت طلباتك ايه، اولادك قد ايه؟ والله عندي بنت عمرها 20 سنه حتى عاجز على اني اجهزها يعني. عندها 20 سنه. خلص الدبلوم وكده والحياه صعبه. بنت عندك حد تاني غير بنتك دي؟ لا والله انا مطلع. طب قاعد يعني في بيتك، احكي لنا بيتك كده. بيتي اوضتين. بنزل اجيب لي ب 20 جنيه سمك ب 30 جنيه سمك ابيعهم واكل واشرب وخلاص. قاعد انت وبنتك في البيت لوحدك؟ والله قاعده مع جدتها. هي قاعده مع جدتها؟ عند الزياره وقاعده مع جدتها وامها. يعني انت بعد ما انفصلت عن والدتك خلاص انت قاعد لوحدك؟ قاعد لوحدي. هي بتجي لك زيارات؟ 20 سنه بتجيني زياره يعني خفافه كده انا وانا معدي لو في حاجه بتدخل في نصيب وكده يعني. طب انت بتاخد معاش تكافل وكرامه؟ ولا تكافل وكرامه ولا العمليات الجديده عماله غير منتظمه ولا اقول لك ولا باخد تومين من البلد. الشاي والسكر والزيت ابسط حقوق الانسان يعني. والله ما باخدها. طيب انت طلباتك ايه؟ يعني انت كده لو الناس سمع المسؤولين محافظ بني سويف سمعك، قول لنا طلباتك اللي انت عايزها ايه؟ والله تامين للحياه بس الواحد حتى يلاقي حتى معاش بعد العمر العام 55 سنه. معاش وان انت حد يجهز بنتك. حاجه ترمينا بس ايوه واجهز بنتي دي بعد المقدره ان انا اجهزها. طب انت عندك قارب بتشتغل عليه؟ ابدا والله. انت بتصيد والله بغطس في البحر بنفسي كده لا قارب ولا غير. عشان اكذب ما فيش والله. يعني الواحد نشد ربنا ثم الساده المسؤولين يعني انهم يخلوا عينهم على الطبقه الفقيره لان الدنيا حلوه وحش خالص يعني. بس ماشي ماليش طلبات اكتر من كده. ان شاء الله خير. اعزائي متابعي اليوم السابع ما زلنا داخل المستشفى بني سويف التخصصي وبنلتقي بالدكتور مايكل ابراهيم نائب جراحه التجميل اللي كان ليه دور كبير في انقاذ عم داهش الصياد اللي ابتلع السمكه. دكتور مايكل احكي لنا على المغامره اللي كانت موجوده. هو احنا بالنسبه لنا كنا قاعدين في استقبال الطوارئ فوجئنا ان في عيان جاي بيعاني من ضيق في التنفس او ان هو كان بيموت والاسعاف دخلته على طول على الاوضه بتاعت الريسستيشن او اوضه الانعاش. فاحنا لما العيان بيدخل على طول على اوضه الانعاش بنبتدي نعمل له اجراءات الاسعافات الاوليه ان احنا بنامن مجرى الهواء وبنطمن على التنفس بتاعه وبنطمن على الدوره الدمويه. فاول حاجه بنعملها بنركب له انبوبه حنجريه. جينا نركب الانبوبه الحنجريه فوجئت ان في حاجه بتتحرك في زوجه وهي اللي سداله وهو كان جاي بجذب يعني او ان هو خلاص نسبه شبع الاكسجين كان مش معدي ال 40%. فاضطرينا ان احنا نفتح بقه عشان نحط الانبوبه الحنجريه لقينا حاجه بتتحرك. الحاجه اللي بتتحرك دي فوجئنا ان هي سمكه بتتحرك. بس اضطرينا ان احنا نطلع السمكه وركبنا له الانبوبه الحنجريه ابتدى ياخد نفسه وطلع العنايه اتحط على جهاز تنفس صناعي لمده يوم. تاني يوم اتشال من عليه وبقى زي الفل. حالته مستقره دلوقتي؟ حالته مستقره. ال- 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 الحاله دي اعتقد كانت يعني من الحالات النادره اللي حضرتك مريت بيها. اول مره نشوفها. طيب بالنسبه للكلمه حضرتك بتقولها الطاقم اللي كان شارك مع حضرتك في الموضوع، كنت انا موجود ودكتور علي ودكتور
احمد سعيد ودكتور خالد، كنا ده الجروب بتاعنا او ده التيم بتاع الاستقبال اللي كان موجودين كلنا مع بعض. واول ما العيان دخل كنا كلنا متجمعين حوالين العيان بنحاول ان احنا نبتدي نعمل له الاسعافات الاوليه كل واحد اللي يقدر يعمله. يعني رد الفعل اللي على السوشيال ميديا، انت حضرتك كنت متوقع انه يكون بالطريقه دي؟ لا بصراحه ما كنتش متخيل الناس هتتفاعل مع الموضوع بالشكل ده. احنا بنشكر الدكتور مايكل، بنشكر حضرتك يا فندم.